ذكر الله خاليا ففاضت عيناهي السبعة، اسمعها أم ستة، ورجلان تحابا في الله. شحال ولا ولو ثمانية هم مع رجلان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة. علاه هما كحسبناهم صبناهم ثمانية ورجلان تحابا في الله، بصح النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة؟ لا، قالك أنه شوية مستوى عالي تاع النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان تحابا في الله جعلهم كأنهم قالب واحد، لن تبلغ حقيقة المحبة حتى تقول لصديقك يا أنا. لا لا، دي مستوى عالي. قالك ما تبلغش حتى حقيقة المحبة حتى تقول لخوك يا أنا، كما نقولوا أنت أنا، أنا أنت، أنت أنا، نحن روحان اجتمعنا بدنا، والأجمل من ذلك روح افترقت بين بدنين وبدن افترق بين روحين، كما قال سيد الكونين حسين مني وأنا من حسين. يعني شوف هذه المحبة تاع في الله كأنهم قالب واحد. أنت أنا، النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر الصديق وقال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليل. عمر بن الخطاب كان عنده واحد صديق يحبه، شكون هو الصديق تاع عمر بن الخطاب؟ كان عمر بن الخطاب واحد اللي مقتضى المحبة لخوه. تقولكم شكون صديقه؟ صديقه أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة اللي راهم يديروا في القسطو، لا يجوز، زعقش بالصحابة. علاه ما تزعقش بالصحابة؟ نقول لك علاه، لأنك أنت ما تعرفش أبو عبيدة، أنت ما تعرفش أبو عبيدة بن الجراح. كون جيت تعرف أبو عبيدة بن الجراح، أني نقول لك طفي التلفزيون. بارك الله فيك. أبو عبيدة بن الجراح اش تدار؟ أبو عبيدة على بالك شصرالو في غزوة أحد؟ رسول الله كان داير الكاسك الخوذة تاع السلاح تاع الحرب، ولما جاء الكافر ما طولش عليكم ولا حاجة. شو شحال درت؟ وراني زيد صح قال لي زيد. نكملوا يبا تعرفوا أبو عبيدة اللي هم يهضروا عليه في جورنال القسطو ويزعق عليه. لا بدلوا اسمه السنة، شتم بدلوا اسمه شاك يسموه، بس كانوا يسموه أبو عبيدة. قلت كون تعرف أبو عبيدة بن الجراح إن شاء الله بربي طفي التلفزيون. علاه؟ أبو عبيدة في غزوة أحد ابن الجراح شادر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قاعد تعرفوه باللي خالد بن الوليد دار جيش منهيه وذوك نزلهم الجبل وداروا عليهم الكفار وداروهم في الوسط، ثم انهزموا شوية المسلمين. جاء واحد الكافر يسموه ابن قامئة، عدو الله هذا ابن قامئة، وجاء بالسيف وضرب بالخوذة على رأس رسول الله، ادخلوا الكاسك في وجهه، لأن هنا عند الودنين كاين كالحديدة، فدخلت الحديدة في وجه من؟ في وجه من؟ وجه النبي، وجه خير خلق الله، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء والمرسلين. ردوا بالكم، أنا في رمضان درت 30 درس في التراويح في غليزان، درت آدم وبعزة إدريس ونوح، والبارح ودرنا إبراهيم ويوسف وزكريا ولوط عليه السلام ويونس، ودرنا الأنبياء. ومن بعد مين درت في آدم؟ جينا على محمد صلى الله عليه وسلم. ومين درت في آدم؟ آدم أكل من الشجرة ولا ما أكلش من الشجرة؟ أكل من الشجرة وأذنب ذنبا وخالف أمر الله، ولما خالف أمر الله بدأ يتوب لربي، ربي إني تبت إليك، ربي ما تمشي عليه تمتم. شعبكم شادر آدم؟ شعبكم شادر آدم عليه السلام؟ توسل إلى الله وقال يا ربي اغفر لي ذنبي بحق نبيك محمد. الله الله الله. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ كيف قلت لي اغفر لي بحق النبي محمد؟ قال يا رب. شوف شوف الكلام. على قلت لك ودي مين تسمع للرسول خير الأمة انضرب وسال الدم هنا في وجهه. قال يا رب، هذا آدم قال يا رب، رأيت مكتوبا على قوائم العرش، العرش تاع ربي اللي هو أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماء والأرض، والعرش أعظم من الكرسي. قال رأيت على وقوائم العرش لا إله إلا الله، الله صح، وبجانبها مباشرة محمد رسول الله، فعرفت يا ربي أنك لم تخلق خلقا
جعلت اسمه مقرونا باسمك الا لانه عظيم. ما دام درت اسم محمد على لا اله الا الله حداها، بين هذا محمد من ذريه تاعي بصح باين ملي ماهوش ساهل. ما دام ذكرته في قوائم العرش هذا فور هذا محمد. فقال الله يا ادم غفرت لك لما سالتني بمحمد. واغفر له ربي وتابع عليه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم ضربه هنا في الكاسك ودخل الحديد في وجه رسول الله. بغاو يجبدوه ما طاقوش، لان كون يجبدوه بحديده يزيدوا يضروا النبي صلى الله عليه وسلم. اتدرون من جاء مسرعا ونزع الحديد من وجنه رسول الله؟ ابو عبيده بن الجراح. وقلع الحديد من وجه النبي بسنانه بالرباعيه تاعو. لما قلع الحديده من الله تعالى دروات شصر ابو عبيده سقطت اسنانه. بقي الزوجه قلعها بفمه والدم يسيل على ابو عبيده، هو يبكي فداك ابي وامي يا رسول الله. هذا اليوم يزعقوا عليه دافع النبي، ضاعوا سنانه وزاد قلع الحديد من والحديد من ويمسح الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردوا بالكم ابو عبيده كان بسنانه كان شباب بسنانه وعد بسنانه شباب، ولما نزعت اسنانه اصبح اجمل من ذي قبل. لماذا؟ لانه دافع عن رسول الله بكل بساطه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابو عبيده بن الجراح حب عمر بن الخطاب، علاه؟ راجل تراس دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في ليله من الليالي عمر بن الخطاب بدا يتقلب في الفراش وطار عليه النوم وطار عليه النعاس وانقلب يمينا وانقلب شمالا وقام مع الصبح ومع الفجر ومن صلى الفجر وقال يا أبا عبيدة والله لم يأتني نوم البارحة. قال ولما؟ قال اشتقت إليك يا أبا عبيدة. شوف الليل، قالوا ما جانيش رقاد، بغيت نشوفك. ومرت الأيام ومرت السنين، المحبة هذه تدوم ولكن بشرط المحبة تاع ربي، مش المحبة تاع الدنيا. المحبة تاع الدنيا تتفركت، المحبة تاع المصالح تتفركت، المحبة تاع الدنيا تتفركت. أني بغيك اليوم، بغيك تدخل للجنة، شدير شدير بحال بكل بساطة. بغيك تحب اللي تحبهم، اللي راك تحبهم كاين صديق تحبه في الرياضة في القراية في الخدمة، بدل النية قول أنا أحبك في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أخاه في الله في ربي فليقل له إني أحبك في الله. عمر بن الخطاب من جاي يفتح بيت المقدس اللي كنا نهضروا عليها، لما فتح بيت المقدس وجاوه المفاتيح وبغى يفتح بيت المقدس قال اشتقت لشخص ما، اشتقت لشخص. قال ومن؟ قال ماكم عارفين شكون هما. فنطق الصحابة عرفناه من هو، إنه أبو عبيدة بن الجراح. وجاء أبو عبيدة بن الجراح شيخ كبير شابت لحيته وتقدم إلى عمر واعتنق وقبل الآخر يد الآخر وقبل الآخر يد الآخر وقال أحدهم انظروا إلى المحبة في الله. اجمع المحبة عربي، المحبة عربي الدوم العشرة، المحبة في ربي والله ما تفركت، تبقى في الله عز وجل. ولكن أنا جبيت نقول للأزواج، للأزواج اللي راهم متزوجين، أنت تحب الزوجة تاعك كما نقول كنا نقول ساعة تموت عليها وكاع. ولكن شنو نقول لك؟ أنا نقول لك بدل اليوم، قولها أنا معليش نحبك ولكن في الله. علاه؟ عيشوا بربي، كي تعيشوا بربي ما تداقوش، كي تعيشوا بربي ما تفركتوش، كي تدخلوا الله عز وجل ما بيناتكم والله إلا سقمت الحية. هارا سيدنا موسى عليه السلام لما نختموا مع موسى عليه السلام بالزوج محبة في الله، كما تعرفوا نختموا بسيدنا موسى عليه السلام، كان عنده ذاك الرجل ذاك الشيخ الكبير، نختموا بهذه موسى الله يفتح عليكم التالية. موسى عليه السلام لما سقال ذوك زوج نساء وسقاتلو سقالهم وكان عنده واحد القوة، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم القصة ذاك الرجل الصالح الشيباني عنده زوج شيرات، قالوا بين زوج لك واحدة من بناتي. أنا هذه اكتشفت هذه ما قريتها لا في كتاب لا والو، يبانت لي أنا بين نفتي شوية من عندي، والله نظن أني فتوى من عندي. دروك تحكي كيفاه بانت لي انا، هو عنده زوج شيرات، قالوا غادي نزوجك وحده. صح؟ قالوا صح. قالوا صح انا ما عنديش درهم، المهر، المهر لازم نقولوا 20 مليون 5 ملايين.
اشتاه نسألكم سؤال، ما هو مهر موسى عليه السلام لزوجته؟ اشتاه المهر أرعاه شحال؟ 8 سنين أو 10 سنين؟ مهر موسى للمرأة راعي للغنم، سمى المهر ما يكونش ليكيد، عبارة عن سيرفيس، خدمة سمى لبنت لي يكون واحد ماسو، أنا يبانش لي يخدم الزوجة تاعو حايد هكا ويحرشو، ماشي مليح. والله أنا بنت لي هكا بنت هير أنت بان لي هكا، ها ولا اللي خلصت في الدرهم أنت يعني، هاو كيما موسى رعى الغنم زوج، قالوا أنت ترعى لي غنمي 8 سنين، ادي المرأة. والله أنا بنت لي هكا، هذو اللي عندهم حرفة وكاع بنت هير ماسو يبيع زلابية، شعرف أنا دير حياة ما تعطيهم لا درهم لا والو. ياه مليح هذه لافير درتها، هذه انا بانت لي وكاينه، تسيبوها في المذهب الحنفي، تسيبوها كاينه هذه، يعني ما تعطيهاش ليكيد، تعطيها خدمه، ما في اي خدمه حرفه تتقنها. قال ماسو نبني لك حيط ونحرشها غايه ندي المراه، يعني خايف الحيط يجي عوج. والله تعال شي واه عادي بحال بانت لي، ان شاء الله من بعد نبحث عليها نفتيها لكم فتوى مليحة، الولي المهر بالسيرفيس ورقم الخدمة إن شاء الله. المهم حاجة سهلة ومريقلة. المهم سيدنا موسى عليه السلام لما شدر أحب ذاك الرجل الصالح وزوج له بنته، وعاش مع ذيك المرأة بنت ذاك الرجل الصالح، يبين لكم المحبة بينه وبين الزوجة تاعه شو وصلته، كيما تروي كتب التفسير وصلته أن ينتصر على فرعون وعلى قومه كما يروي كتب التفسير. أجمع بنختموكم القصة ونختموكم الكلام، اللي يبغي خوف في الله ما يحزوش، اللي يبغي خوف في الله ما يتكلمش فيه، اللي يبغي خوف في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي له بالخير في ظهر الغيب. لماذا؟ أنا شنو نعطيكم نصيحة في ذي الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه أو لصاحبه في ظهر الغيب، عندها مثلا واحد من الحاضرين من يروح للدار يدعي لواحد من الحاضرين، سمعني مليح الله يفتح عليك، في ظهر الغيب وكل الله ملكا من السماء، ركز معايا الله يفتح عليك، ما دام انت تدعي لخوك في الغيب وكل الله ملكا من السماء سيقول للداعي يقول ولك بالمثل. هذا خصو تفسير. معناه انت خوك ولا صاحبك ولا واحد من جوارينك راه في هم ولا راه في غم ولا في كرب، حتى في الليل ولا في النهار قبضت يديك ولا قريت فاتحه ولا قريت قران ولا صليت، قلت يا ربي فرج على صاحبي فلاني راه مغبون، فرج عليه واعطيه الخير واعطيه الرزق، الملك شي يقول ولك بالمثل. ثم كيما تدعي لخوك تجيك نفس الشيء، ولكن للأسف هذه بعض الناس وعند الكبار صوت الكبار اللي يتقلقوا يدعوا بالدعاء تاع الشر، هذه ماهيش مليحة. كاين اللي يدعي على صاحبه بالشر، مثلا يدعي دعاء يقول الله يجيب له لوطو تدحسو بالمثل، عباكم شي يقول عليك الملك، شي يقول عليك الملك ولك بالمثل، هاي اللي ماشي مليحة. أنا بغيك تدير كيما دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شا كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أجمع ما ننتصروش على اليهود وعلى الكفار إلا إذا أحببنا بعضنا البعض في الله. ربي يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الدعاء ذكرت لكم في سورة الحشر، نكمل لكم الآية، ربي ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ومن بعد ذكرنا احنا، اسمع شي يقول ربي، اسمع يقول والذين جاءوا من بعدهم أنا وانت يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالوا يا ربي انزع الغل من القلوب، انزع الحزن من القلوب، انزع البغض من القلوب، لازم نكونوا امه واحده باش ننتصروا على اليهود. لكن شنو بغيت؟ الليبيين متقاتلين في بعضهم بعض، المصريين متقاتلين بعضهم بعض، السوريين متقاتلين بعضهم بعض، ما ننتصروش. احنا في شومبرا، انا كنت في مقصورات دار كات اربع حيطان على اربع حيطان، بحال انا قلت لهم مثال، انا قلت لهم بالعلباب في رمضان كان الحمان بالعلباب
وشعلوا كليماتيزر. واحد قال لي ضرني كليماتيزر، قال لي شعل الكليماتيزر وحل الباب. وقال الثالث لا كليماتيزر يمرض، طفي كليماتيزر وحل الباب. وواحد قال طفي كليماتيزر وبلل الباب. قلت لهم شوف سبحان الله.